يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. ان شاء الله النهارده هنتكلم على حاجات كتير، وهيكون معانا كمان النهارده اخبار كتير عن النادي الاهلي وعن اخبار استعداداته طبعا لمباراه الاياب قصاد هرياكو نكري الغيني، وكمان كل الاخبار المحليه في مصر واخبار محترفينا في الخارج وكمان الاخبار العالميه. النهارده طبعا الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمباراه يوم السبت اللي جاي، وان شاء الله باذن الله هيدخل بكره معسكر مغلق عشان طبعا يكون في تركيز اكتر، وان شاء الله بعد كده هنطمن على حالة اللعيبة المصابين، خصوصا طبعا محمد الشناوي اللي ساب تمرين النهارده بسبب إصابة، وكمان محمد نجيب واللي عمل خلاص عملية الغضروف. وطبعا هيكون معانا كمان متابعة على كل المباريات في دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج واللي كانت امبارح، وأبرزها طبعا كان فوز ليفربول الإنجليزي على باريس سان جيرمان وحالة محمد صلاح، وكمان كل المباريات اللي لسه هتتلعب النهارده. هنتكلم في كل ده وفي كل القضايا الرياضية مع ضيفنا النهارده أستاذ عبد القادر سعيد الصحفي في موقع يلا كورة، وتقدروا طبعا إن أنتوا تشاركونا كالعادة على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام. قبل بقى ما نبدا حلقتنا النهارده، للاسف كان في خبر حزين جدا ودعت كره القدم المصريه النهارده يوم الاربعاء. حازم كرم حارس مرمى النادي الاهلي منتخب مصر السابق ومدرب طبعا حراس مرمى منتخب مصر في نهائيات كاس العالم سنه 1990 في ايطاليا بعد صراع مع المرض، تولى كابتن كرم منصب مدير قطاع الناشئين في النادي الصيد في اخر مراحله في شغله الاحترافي قبل رحيله عن دنيانا النهارده. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب نعى النهارده الفقيد في بيان رسمي بقاء لله وخالص عزل الأسرة، ربنا يلهمه بالصبر والسلوان. معانا دلوقتي على الهاتف كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني. الأول مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيما، وطبعا اللقاء لله والسلام عليكم كابتن حازم، كان ضمن أساطير مدرب حراس المرمى في مصر وعاصر جيل كبير جدا في النادي الأهلي عند الفريق الكويتي. صحيح. فريق البطولات وسبع بطولات دوري ورا بعض، وبعدين مع كابتن جوهري في كاس العالم وكاس العالم نتائج المباراه في 90، وفضل اخر ايام شغال يعني اشتغل ما سابش كره القدم لبقاء الله. وطبعا يوم حزين جدا جدا جدا. أكيد أكيد البقاء لله. عايزين نعرف من حضرتك أهم ذكرياتكم مع بعض، لو تكلمنا شوية عن كابتن حازم كرم. يعني الكابتن حازم من أوائل الناس اللي عملت في يعني منصب مدرب حراس المرمى في مصر، كان يعني كان من الفرق من غير مدرب حراس مرمى، ويحدث المنصب ده يعني كان من أوائل الناس. طبعا الكابتن عصام عبد المنعم اول مدرب ليا في النادي الاهلي، وكان اول ناس في قطاع الناشئين، وكابتن حازم كان بيشتغل مع الفريق الاول. كابتن حازم يعني كان بيجيد الايطاليه، فعشان كده اشتغل مع مستر كوت اللي كان بيجيد الايطاليه برضه، وكان بيساعده كمساعد مدرب وكمدرب حراس مرمى وكمترجم. قام بدور مهم جدا في النادي الاهلي واستفدنا منه كتير، وانا لحد دلوقتي يعني بستدعي حاجات من الحاجات اللي كان بيشتغلها معانا واحنا صغيرين، لانه فعلا كان متطور جدا في اساليب تدريبه. لان الوقت ده كان صعب جدا انك تتحصلي على معلومه او على حاجه طبعا صح تبقى تحت ايدك يعني، لكن هو كان الحاجات يعني بعض الحاجات اللي احنا يعني حديثه جدا دلوقتي كان بيعملها بشكل بدائي كده في من وجهه نظر خاصه على قد الامكانيات. لكن هي كانت بتأدي الهدف اللي احنا بنوصل له دلوقتي يعني. فعلا كان يعني تابع العصر، وكان بيحاول يعمل تطوير في تدريب حراسه المرمى، وانا مش قادر اقول غير ربنا يتغمده برحمته ويتجاوز عن سيئاته يعني. كان شخص اولا شخص كان هادي جدا، وكان يعني ما عندوش مشكله مع اي حد. أنا أعتقد إن هو في مكان أحسن من اللي إحنا فيه.
البقاء لله. طيب انا مش هقدر طبعا افوت المكالمه دي من غير ما اسالك على تقييمك بقى للجوله اللي احنا فيها لحراس المرمى في الدوري المصري الممتاز، شايف مين اللي تالق بقى في الاسبوع ده؟ لا في كتير، يعني قلت 6-7 حراس، مش كده 8 حراس كتير، يعني بدون ذكر اسامي، لان احنا ان شاء الله في سبب ان احنا نشتغل على اللعيبه المعترفين خلال الثلاثه وبعدين لعيبه الدوري المصري. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا يعني كل مجتهد يكون ليه نصيب في ان هو يكون موجود صحيح في قائمه المنتخب. يعني خلاص الحارس الرابع هيكون من الدوري المصري الممتاز؟ ما احنا ما عندناش الحارس الحراس صحيح غير طيب هيكون مين يعني؟ لو جينا لو حطيت لي شويه اسامي طيب. ان شاء الله ان شاء الله رايك باذن الله. يعني بعيد عن الاهلي والزمالك؟ كتيم ورك هنشتغل على الـ على الـ على الاربعه الاسامي لو كان هيبقى في اربعه. وان شاء الله نعلمها قريب، يعني انت عارفه طريقتي انا في المساله دي بتبقى شويه بحترم الـ يعني القرار الجماعي والمدير الفني لازم هو اللي يبقى يعني يقول الفرقه. بشكرك جدا كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. نرجع بقى ونبتدي معاكم حلقتنا النهارده في الكلام في الميديا، وهنبتدي باهم العناوين. اجتماعات بالاهلي لا تتوقف استعدادا لعموميه 28 سبتمبر. مجلس اداره النادي في حاله انعقاد مستمر. الفريق الأول يواصل تدريباته لموقع في الحسم أمام هورايا. مانويل جوزيه في تدريبات الأهلي. محمد يوسف الأهلي أقوى من ظروفه. أجيري يتمسك بسفر المنتخب السوازيلاند بطائرة خاصة. الصحف الإنجليزية توضح أسباب تراجع مستوى صلاح. البداية دايما بتكون بأهم الكلام اللي اتنشر في الجرايد عن النادي الأهلي. مجلة الأهلي سلسلة اجتماعات لا تتوقف استعدادا لعمومية 28 سبتمبر. خطة متكاملة لراحة الأعضاء، سيولة مرورية، أتوبيسات من مدينة نصر وزايد، سيارات إسعاف، مرجان، لا للزحام، والتصويت سيتم في 7 دقائق. الأخبار المسائي، مجلة الأحمر أو مجلس الأحمر في انعقاد مستمر. الأخبار، الأهلي يرمم صفوفه قبل مواجهة هورايا، الخطيب يكرم لجنة صياغة الدستور الأحمر ويطمئن على الترتيبات النهائية للجمعيات العمومية. الأهرام، الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادا لهورايا في دوري أبطال أفريقيا، نجيب يجري جراحة الغضروف ومحاولات لتجهيز سعد وفرص ناصر كبيرة. الأميرة تنادي الملك، نادي القرن يواجه هورايا الغيني السبت وإن شاء الله هنكسب. مجلة الأهلي، الأهلي في مهمة التأهل بالسلام، الجماهير تنادي عيش هورايا الكاس أهلوية. الأخبار المسائي، خلية نحل في الأهلي، اجتماعات كارتيرون تحسن تشكيل الفريق أمام هورايا. المساء، اختبار أخير لصلاح محسن وجابر في الأهلي، التقرير الطبي يحسم مشاركتهما والساعة يقترب. مجلة الأهلي، محمد يوسف الأهلي أقوى من ظروفه، أول فريق في العالم يلعب 3 مباريات في 3 بطولات في أسبوع واحد، فهل هناك تحدي أكبر من ذلك؟ ننتحر ببطء وقريبا سنحارب على جبهة رابعة. الجمهورية، بعد بيان الفيديو وطلب التحقيق مع تحكيم الإنتاج، الأهلي يحسن موقفه من الدوري بعد لقاء هورايا. مجلة الأهلي، مواجهات قوية في الأسبوع المقبل، قطار الشباب يواصل التألق ويهزم المصري بثلاثية و99 جاهز لعبور الحدود. مجلة الأهلي، مواجهات قوية للفرق 2001 و2003، 2001 الأفضل هجوميا والأقوى دفاعيا.
معاكم بقى لأهم التفاصيل اللي اتقالت عن أخبار النادي الأهلي في الجرايد، وهنبتدي مع مجلة النادي الأهلي اللي قالت إن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عمل سلسلة من الاجتماعات المستمرة مع مديرين الإدارات ومديرين أفرع النادي الأهلي عشان ينسقوا ويناقشوا كل الترتيبات اللي إدارة النادي بتتخذها عشان راحة الأعضاء يوم الجمعية العمومية، واللي هتكون إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الجاري، واللي هيتم فيها التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. قال العميد محمد مرجان إن كل الإدارات جاهزة عشان تقدم سبل الراحة للأعضاء، وإن هيكون في أتوبيسات عشان تنقل الأعضاء من فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، وبالتأكيد كمان هيكون في عربية إسعاف لأي حالة طارئة. وكمان أكد العميد مرجان إن في خطة محطوطة عشان عملية إدلاء كل عضو بصوته، والخطة دي مش هتتعدى 7 دقايق لكل عضو بكل سهولة وبساطة عشان يوم يخرج بالصورة اللي بتليق بالنادي الأهلي وبأعضائه. في الأهرام كمان قالت إن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب قرر إن هو يكون في حالة انعقاد دائم لحد إن شاء الله يوم الجمعية العمومية. كمان جريدة الأخبار قالت إن باتريس كارتيرون بيدرس كل الحلول والبدائل المتاحة عشان يقدر يعوض الغيابات اللي في الفريق بسبب الإصابات. الأهرام كمان قالت إن النادي الأهلي هيدخل بكرة في معسكر مغلق في فندق من الفنادق القريبة من مطار القاهرة استعدادا لمواجهة هورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي، وإن كابتن محمد يوسف كمان قال إن موقف سعد سمير من المباراة هيتحدد بكرة إن شاء الله بعد الفحص الطبي، وأكد كمان ناصر ماهر بيعاني من إجهاد في العضلة الخلفية بس فرصته إن شاء الله لسه كبيرة عشان يلحق بالمباراة. كمان مجلة الأهلي قالت منشط أو خرجت بمنشط في الصفحة الرئيسية بيقول الأميرة تنادي الملك، طبعا بيتكلموا عن البطولة الأفريقية، بطولة دوري أبطال أفريقيا الملقبة بالأميرة الأفريقية، والملك طبعا هو النادي الأهلي. برضو مجلة النادي الأهلي كتبت أن فريق النادي الأهلي في مهمة التأهل في السلام، إشارة طبعا لملعب السلام اللي هتقام عليه مباراة النادي الأهلي وهورايا كوناكري الغيني. الأخبار المسائي شبهت النادي الأهلي بخلية النحل، وده طبعا لأن كل الجهاز الفني والجهاز الطبي واللعيبة في حالة عمل دائم عشان يجهزوا لمواجهة هورايا كوناكري الغيني، وأن في اجتماعات مستمرة ما بين كارتيرون وما بين جهازه الفني عشان يستقروا على تشكيل الفريق اللي هيبدأ به المباراة. المسا كمان قالت ان الاختبار الطبي اكد ان صلاح محسن وميدو جابر جاهزين ان هما يشاركوا في المباراه. ميدو جابر كان بيعاني من شده في العضله الخلفيه، كمان صلاح محسن كان عنده حاله ارهاق، والتقارير الطبيه اكدت ان سعد سمير فرصته كبيره ان هو يلحق بمباراه هورايا كوناكري الغيني. كمان جريده الجمهوريه قالت ان مجلس اداره النادي الاهلي هيحدد موقفه من مباريات الدوري المصري الممتاز بعد انتهائه من مباراه هورايا كوناكري الغيني في دوري ابطال افريقيا، خصوصا طبعا ان اتحاد الكوره ما ردش على طلبات النادي الاهلي للتحقيق مع حكام في مباراه طبعا الانتاج الحربي والنادي الاهلي، واللي شهدت ظلم كبير جدا للنادي الاهلي. تابعنا معاكم أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد، دلوقتي تعالوا نشوف الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الشروق إصابة عنيفة تضرب الشناوي في مران الأهلي. اليوم السابع الأهلي يكشف موقف ناصر ماهر من مباراة هورايا. فيتو السولية يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته. 1-3 هورايا تدرب اليوم على ملعب الأهلي في مدينة نصر. في الجول الأهلي يستعيد ميدو جابر أمام هورايا. بوابة الفجر سعد سمير يغيب عن لقاء الأهلي وهورايا. كارسيرون يخصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح. الأهرام سبورت هورايا أو عفوا جوزي يحضر تدريبات الأهلي. الشناوي ناوي على التعلق، ناوي ناوي الشناوي. محاولة، تأتي المحاولة عالية، والشناوي
الشناوي، نعم محمد الشناوي عبر التاريخ. الكرة رايحة فين؟ يا نهار أبيض، الله عليك يا شناوي، من على الخط يشيل، يطلع الكرة في الإيد العكسية في ناموسه، ناموسه ناموسه من التراي من حارس المرمى، يطلع الكرة. راسية حلوة، راسية حلوة، ولكن يتألق محمد الشناوي في أول اختبار حقيقي. بنروح معاكم دلوقتي لأهم تفاصيل أخبار النادي الأهلي اللي اتنشرت على مواقع الإنترنت، وهنبتدي من موقع الشروق اللي قال إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ترك الفقرة الأخيرة في تمرين النهاردة الصبح بسبب الإصابة. الشناوي طبعا اشتكى من الإصابة بسبب كرة مشتركة مع أحد زملائه في التمرين النهاردة قبل ما يخضع لفحص طبي ويسيب التمرين برفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، اللي أكد إن الشناوي تعرض لكدمة في الركبة طبعا كانت سبب في عدم استكماله للتمرين، لكن برضو أكد إن الحارس الدولي ان شاء الله هيشارك بكره في التدريبات الجماعيه للفريق بشكل طبيعي ومفيش اي مانع من مشاركته طبيا. كمان اليوم السابع قال ان اكد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي جاهزيه ناصر ماهر لاعب وسط الفريق لمباراه هورايا كوناكري الغيني في اياب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، والمحدد ليها ان شاء الله الساعه 9 يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام. قال يوسف ان ماهر اتعافى خلاص من الاصابه او من الاجهاد في العضله الخلفيه، لكن الجهاز الفني فضل ان هو ما يلعبش بيه في تمرين النهارده عشان ما ترجعش الالام مره ثانيه ليه. ووضح طبعا ان اللاعب هيكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه للفريق من بكره ان شاء الله يوم الخميس على ملعب التتش في الجزيره. فيتو كمان قال ان هيجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق الاول نادي الاهلي اشاعه على العضله الضمه النهارده بالليل، وكمان اكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي ان اللاعب اتحسنت حالته بشكل كبير جدا وهيعمل اشاعه النهارده عشان يطمئن على مدى التئام تمزق العضله الضمه، وكمان قال الدكتور ان اللاعب هيرجع للمشاركه في التدريبات وفي المباريات ان شاء الله بعد مباراه النجم اللبناني في البطوله العربيه يوم 28 من الشهر الجاري، وبيستعد النادي الاهلي مواجهة هورايا كوناكري الغيني في اياب دور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا، ومحدد ليها يوم السبت الساعه 9 مساء على ملعب السلام. موقع 13 بيقول بيخوض هورايا كوناكري الغيني اول تدريباته في القاهره بعد عصر اليوم على ملعب النادي الاهلي بفرع مدينه نصر، وبيخوض الفريق الغيني تدريباته وبكره ان شاء الله هيكون النهارده وبكره كمان ان شاء الله هيكون على ملعب برده مدينه نصر، وهيؤدي التمرين الرئيسي ليه الساعه 9 مساء يوم الجمعه على ملعب السلام. وصلت بعثه هورايا كوناكري الغيني القاهره امبارح، وكان في استقبالها كمان سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي، وكمان برده امبارح كان في تدريب على ملعب الاهلي من مدينه نصر، وزي ما شفتوا امبارح كمان جبنا فيديوز من تدريب فريق هورايا كوناكري الغيني. في الجول كمان قال انه بيستعيد النادي الاهلي خدمات جناحه ميدو جابر في مباراه الفريق قصاد هورايا كوناكري الغيني في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. ميدو جابر اتعرض للاصابه قصاد وادي دجله في اغسطس اللي فات، وده اللي خلاه يغيب عن مباريات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. كمان اعلن الموقع الرسمي للنادي الاهلي عن جاهزية ميدو جابر لمواجهة هورايا كوناكري بعد ما شارك في التدريبات الجماعية للفريق، وطبعا التدريبات دي كانت مقامة على استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي. انتظم ميدو جابر في التدريبات الجماعية بعد ما تعافى من إصابته في العضلة الخلفية واللي حرمته من المشاركة مع النادي الأهلي في مبارياته اللي فاتت. كمان بوابة الفجر قالت ان تأكد غياب سعد سمير مدافع الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي عن مباراة فريقه اللي جاية قصاد هورايا كوناكري الغيني في اياب ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بسبب الاصابة، ولم يتعافى سعد من الاصابة بشد في العضلة الخلفية، وده اللي تعرض له طبعا في مباراة الذهاب، وخرج من الشوط الثاني ونزل مكانه زميله محمد نجيب بديل ليه. ادى سعد سمير خلال اليومين اللي فاتوا تدريبات تأهيلية في صالة الجيمنيزيوم بالاضافة لتدريبات الجري حوالين لعب، وما انتظمش في التمرين الجماعي، وده اللي بيخلي او مبين ان فرصته بالمباراه شبه مستحيله. ده طبعا كان في اخبار تانية بتقول ان بكره هو اللي هيتم تحديد مصيره اذا كان هيشارك ولا لا مش من النهارده، وهيتعمل له ان شاء الله فحص بكره وهنتاكد ان كان هيقدر يشارك في المباراه مباراه هورايا كوناكري يوم السبت المقبل. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى ان هو يلحق بالمباراه ان شاء الله. كمان بوابه نيوز قالت ان خصص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي فقره للتدريب على ركلات الترجيح من تمرين النهارده واللي اقيم على ملعب التتش في الجزيره. ادى
جميع اللعيبه فقره التصويب من نقطه الجزاء في اطار الاستعداد لمباراه هورايا كوناكر الغيني في اياب الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا والمحدد ليها الساعه 9 مساء يوم السبت الجاي ان شاء الله. الأهرام سبورت كمان قالت إن حرس مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي على زيارة تدريبات الفريق النهاردة واللي كانت طبعاً مقامة على ملعب التتش في الجزيرة عشان يحفز اللعيبة قبل المواجهة المرتقبة قصاد هورايا كوناكر الغيني يوم السبت الجاي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. جوزيه كمان نزل سلم على اللعيبة بعد انتهاء التمرين وعمل جلسة مع محمد يوسف المدرب العام واللي طبعاً قائم بأعمال مدير الكرة في الفريق بعد ما انتهى تدريب النهاردة. بينضم لنا دلوقتي احمد كمان مراسل قناة نادي الاهلي عشان يقول لنا تفاصيل اكتر عن تدريب النهاردة. مساء الخير عليك. مساء السعادة عليك يا شيما ومساء السعادة على كل متابع شاشة النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نطمن بقى منك على الفريق وعلى تدريب الفريق النهاردة وعلى استعداده طبعا لمباراة هورايا كوناكر الغيني يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. اشكرك بالتأكيد. بدأ اليوم صباحا 9 صباح اليوم في استاد تيتش وتمرين النادي الاهلي، يمكن شارك عدد كبير من اللاعبين سواء خارج القائمة وداخل القائمة، ولكن فاجئنا أثناء التدريب بكدمة لحارس النادي الأهلي وحارس منتخب مصر الشناوي. كان أثر قلق كبير جدا من الجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي وخارج من المران، لكن في نهاية التدريب تفقدنا الموضوع مع الدكتور خالد وأكد إن هي كدمة بسيطة، يعني ما تقدر يعني مش قدمة قوية تقدر تبعده عن الملاعب. وفي اختبار بكرة إن شاء الله هيكون لتأكيد إمكانيته بالمشاركة في المباراة ولا لا. برضه يعني تابعنا حالة السولية وكان عنده أشعة هو ورامي ربيعة للاطمئنان برضه على إصابته. طبعا رامي ربيعة بدأ يدخل بشكل فني بس بسيط يا شيخ، لكن السولية عنده لسه العضلة الضمة يتأكد من خلال الأشعة اللي أجراها اليوم. مروان محسن طبعا خارج المباراة، ميدو جابر جاهز، ناصر ماهر بنسبة كبيرة هيكون جاهز، سعد سمير الخلفية بالنسبة له هيكون معاه اختبار بكرة طبي للاطمئنان بشكل نهائي ان هو يكون مشارك ولا لا. يعني بكرة ان شاء الله هيتحدد سعد سمير هيشارك ولا لا، عشان في اخبار نزلت النهاردة بتقول ان خلاص مش هيشارك سعد سمير، لكن لسه طبعا في فحص بكرة هو ده اللي هيحدد مشاركته من عدمها. بالتأكيد اصل لسه على المباراة، يعني في لسه في ايام على المباراة، ففي امكانية عند التدريب بكرة ان شاء الله الساعة 5 على ملعب اختار تيتش، ثم بعد كده هيعقب التوجه الى المعسكر المباراه في احد المناطق القريبه من ملعب استاد السلام. وبالتالي بقى طبعا هيكون في يعني تمرينتين قبل المباراه، فبالتالي ممكن سعد يدخل. ولكن انا الحاجه الجميله اللي برضو كنت عاوز اوصلها لك فيما يعني اغلب اللاعبي النادي الاهلي خرجوا من التدريب وراحوا لمحمد نجيب يزوروه في مستشفى قريبه من النادي الاهلي، وهو خرج النهارده محمد نجيب بعد ان اجرى العمليه. كان موجود سعد سمير اخر واحد كان معاه وكان جنبه. لمسه كانت جميله جدا من بعض اللاعبين. لو اتكلمنا فنيا عن التدريب كان في فقره لركلات الجزاء عدد كبير من اللاعبين وكذلك الحراس، كان تدريب ايجابي جدا في قوه وفي يعني عاوز اقول لك ان الحاله اللي بيوصلها باتريس كاترون اللاعبين ان مباراه هورايا كوناكر هي اخر مباراه في الدنيا، عاوز يكسب، عاوز كل النتائج توصل للهدف المطلوب. كانت تمرينه ممتعه جدا، استمتعنا كلنا حتى بشكل واداء التدريب. فاجئنا في نهايه التدريب مستر مانويل جوزيه بحضوره لمؤازره النادي الاهلي، كان موجود مع كابتن يوسف وسلم على شريف اكرامي، وكان سعيد جدا ان هو يعني متواجد مع اللعيبه، واكيد معنويا اكيد مدرب بحجمه وقيمته بتاريخه مع النادي الاهلي في توقيت زي ده هيدي دفع للعيبه بشكل كبير. صحيح. طيب بالنسبه بقى للمعسكر ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي بكره عنده تدريب الساعه 5، بعد كده هيدخل معسكر زي ما قلت لك في احد الفنادق القريبه جدا من استاد السلام. ثم يجري المران الاخير ان شاء الله يوم الجمعه على ملعب استاد السلام اللي هيتلعب عليه المباراه. يعني بكره ان شاء الله بعد التدريب الصبح هيكون الفريق يتوجه الساعه 5 ان شاء الله. تدريب بكره الساعه 5. الساعه 5 التجمع الساعه 4، تدريب الساعه 5، بعد كده بعد انتهاء التدريب سيتوجه اللاعبين طبعا الى معسكر
المباراه يمكن معسكر المباراه بالنسبه للماتشات الافريقيه قبلها بيوم عشان بيتمرن على ملعب المباراه عكس مباراه الدوري لان في احتكاك كبير جدا اكيد التوقيت بيبقى يعني قريب قوي من المباريات. بعد كده شيما يمكن قبل يوم الجمعه هيبقى في مؤتمر فني بين الفريقين ثم زي ما قلت لك المباراه هيبقى فيها سوري هيبقى في تدريب بين الفرقه وبعد كده ده المرن الاخير بعد كده يعقوبه مؤتمر صحفي للنادي الاهلي ليعلن عن نيته بقى وافكاره. اكيد باتريس كاترون كلنا وكل المتابعين للنادي الاهلي عندهم طموح كبير جدا مع الرياضه الناجحه حتى الان. صحيح. شكرا ليك احمد كيوان مراسل قناه النادي الاهلي، اشكرك جدا على المعلومات اللي قلتها لنا النهارده. دلوقتي مشاهدينا هنطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان محترفينا في الخليج. المصري اليوم أجاري يتمسك بسفر المنتخب لسوازيلاند بطائرة خاصة. المدير الفني يعلن أسماء المحترفين 22 سبتمبر الجاري ويتابع سليمان وصلاح لضمهم للمعسكر. اليوم السابع أجاري في مباراة دجلة والنجوم لمراقبة عبد المنصف محمود. الشروق مرجان أحمد مرجان يكلف علاء نبيل عقوبة مزدوجة من اتحاد الكورة. الوفد علاء نبيل الجبلية تستخف بالأندية، المقاولون يطالب اتحاد الكورة بإعادة مباراته مع بيراميدز. الأخبار الذئاب تصرخ في وجه الجبلية بسبب مهزلة التحكيم رئيس المسابقات، مباراة المقاولون وبيراميدز لن تعاد. الأهرام الدوري على صفيح ساخن، محسن صالح اتحاد الكورة أهان المقاولون العرب. الوطن الدوري في خطر. الوطن الجبلية لن نقبل تمويل تقنية الفيديو، رفض إعادة لقاء المقاولون العرب وبيراميدز ومحاولات للتنحي عبد الفتاح. الفجر الحكام يهددون بمقاطعة مباريات الدوري المصري. الوطن الحكام يهددون سنقاطع البطولة اعتراضا على التوانسة. البوابة أزمة الحكام تهدد استكمال الدوري الممتاز، تصاعد حدة الاعتراضات وموقف اتحاد الكرة يثير علامات الاستفهام. مجلة الأهلي، الأهلي أول من حذر من كوارث الحكام، الدوري على كف عفريت، اتحاد الكرة يتخبط ولجنة الحكام في مأزق. البوابة الأهلي أول المتضررين من التحكيم والحل في الفار. الأهرام المسائي سموحة فرمل الزمالك. الأخبار الزمالك وسموحة يتعادلان 1-1 في مباراة زادها الحكم الصباحي إثارة. أوباما يتقدم للأبيض وحسام حسن يصحح الأوضاع وياسر إبراهيم يهدر النهاية السعيدة. البوابة نيوز جراس يهدد بالرحيل عن الزمالك. الجمهورية الطلائع يكتسح الدراويش بثلاثية. المسا بعد ثلاثية الطلائع غضب الدراويش. الشرطة تحاصر مقر الإسماعيلي خوفا من حالة الغليان للجماهير واتفاق بين أعضاء المجلس على رحيل مطلوب. 1-3 للاتحاد الأفريقي يدرس سحب تنظيم بطولة أفريقيا من الكاميرون. فيتو الصن البريطانية تكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول. الأهرام المسائي روح الفانيلا الحمراء، ليفربول يهزم سان جيرمان 3-2 في الدقيقة الأخيرة. صلاح مراقب والحكم يلغي له هدفا وكلوب يستبدله. المسا فاز بالثلاثة في الوقت القاتل، ليفربول ذبح سان جيرمان بسكين فيرمينيو. الأهرام المسائي رباعيات برشلونة، ميسي يهز شباك أيندهوفن بأول هاتريك. الأهرام المسائي الإنتر لا يستسلم، فاز على توتنهام 2-1 والأهداف في الثاني.
نروح بقى معاكم دلوقتي لأهم تفاصيل الأخبار اللي قلنا لكم منشطتها دلوقتي، ونبتدي مع المصري. اليوم المصري اليوم قالت إن أجاري متمسك بالسفر لسوازيلاند لمواجهة منتخب سوازيلاند طبعا في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا بطيارة خاصة، وإن هو رفض بشكل قاطع إن المنتخب يسافر بالطيران العادي، لأن ده أكيد هيسبب إرهاق كبير جدا للعيبة المنتخب، لأن مفيش طيران مباشر من مصر لسوازيلاند، وإن المنتخب لو سافر بالطيران العادي هيضطر إن هو يسافر الأول لجنوب أفريقيا في رحلة بتستمر حوالي 8 ساعات، وبعد كده هينزل 4 ساعات ترانزيت، وبعد كده برضو هيتوجه لسوازيلاند. وكمان قالت الجريدة أن أجاري بيفكر في ضم وليد سليمان من النادي الأهلي وإسلام صلاح من المصري البورسعيدي بعد المستوى الكويس جدا اللي ظهر به اللعيبة دي في الدوري المصري الممتاز وكمان في بطولة أفريقيا. اليوم السابع كمان قالت أن الجهاز الفني لمنتخب مصر هيحضر النهاردة بقيادة طبعا المكسيكي خافيير أجاري مباراة النجوم ووادي دجلة المقرر ليها الساعة 9 مساء في الجولة 7 من الدوري المصري الممتاز في استاد بتروسبورت، وهيراقب الجهاز الفني للمنتخب أكتر من لاعب تمهيدا لضمهم للمعسكر اللي جاي المقرر ان هو ينطلق يوم 8 اكتوبر استعدادا لمباراة سوازيلاند يوم 12 وكمان يوم 16 من نفس الشهر في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر ليها إن شاء الله أنها تكون موجودة في الكاميرون، وبيعد ثنائي عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وكمان زميله في الفريق محمد محمود اللي كان متواجد برضه في معسكر النيجر الأخير أقوى المرشحين للانضمام للمعسكر اللي جاي. كمان في جريدة الوطن نقلت نفي اتحاد الكرة بأن هم تلقوا أي مبالغ مالية من أحد ملاك فرق الدوري المصري الممتاز عشان يمولوا تطبيق تقنية الفار، واللي طبعا أكدوا أن اتحاد الكرة مؤسسة كبيرة وما يصحش أبدا أن هو يتقال عليها الكلام ده وأن الاتحاد مش محتاج لأي دعم. وقالت كمان الجريدة أن في اتجاه من بعض أعضاء اتحاد الكرة أن هم يقنعوا كابتن عصام عبد الفتاح عضو الاتحاد وكمان رئيس لجنة الحكام أن هو يتنحى عن مسؤوليته في إدارة لجنة الحكام، وده بسبب المشاكل التحكيمية الكتير جدا اللي حصلت في الأسابيع اللي فاتت من الدوري المصري الممتاز. كمان جريدة الوطن قالت ان هدد كمان عدد من حكام الدوري المصري الممتاز انهم هيمتنعوا عن إدارة المباريات اللي جاية في الدوري بسبب هجوم إدارات الأندية عليهم، وكمان استعانت لجنة الحكام بحكام من تونس لإدارة مباريات الدوري، وكمان شايفين ان ده في إهانة ليهم وتقليل من كفاءتهم. الشروق كمان قالت ان قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة توقيع عقوبة ضد علاء نبيل المدير الفني لفريق المقاولين العرب بعد تسببه في تأخير انطلاق مباراة بيراميدز في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وتقرر إيقاف المدير الفني للمقاولين العرب مبارتين وتغريمه 20,000 جنيه لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء المباراة. والمدير الفني طبعا للمقاولين العرب اعترض على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم تونسي بيخلو من حكم خط المرمى، وده طبعا اتسبب في تأخر انطلاق المباراة لما يزيد عن 10 دقائق، وكمان تهكم علاء نبيل على مسؤولين اتحاد الكرة ووصف البطولة دي بطولة الدوري بأنها باتت مسابقة مرجان أحمد مرجان، ووصف طبعا الاستجابة السريعة من الجبلية لكافة مطالب نادي بيراميدز بالوصف اللي قلت لكم عليه دلوقتي. كمان الأهرام سبورت قالت أو أكدت أن علي ماهر المدير الفني لسموحة قال أن فريقه فريق كرة القدم في سموحة فريق كويس جدا وقدم مباراة كويسة جدا قدام نادي الزمالك في الجولة 7 من الدوري، وشدد كمان أن الفريق الأزرق أو فريق نادي سموحة قدم مباراة وكان مذكر جدا فريق نادي الزمالك، وقال كمان أن سموحة عندهم عناصر مميزة جدا في الفريق. طيب كمان نروح لبوابة الفجر اللي قالت ان هدد عدد كبير برضو من حكام الدوري المصري بمقاطعة ادارة المباريات خلال الفترة اللي جاية بعد الهجوم الشرس اللي طبعا طلع من الاندية عليهم بسبب طبعا الغضب الكبير جدا من الاخطاء التحكيمية اللي حصلت في الفترة الاخيرة.
كمان وان تري قال ان بيدرس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف سحب تنظيم بطولة كاس الامم الافريقية الجاية ان شاء الله من الكاميرون سنة 2019 بسبب عدم الالتزام بتطوير الملاعب والفنادق اللي هتستقبل طبعا البعثات في البطولة دي بعثات المشاركة او المنتخبات المشاركة في البطولة. واكدت شركة رولان الالمانية المكلفة طبعا برفع تقرير عن تطوير الملاعب بان في تأخر كبير جدا من الحكومة الكاميرونية في تطوير الملاعب والاستعداد لاستقبال البطولة، وده اللي خلى الاتحاد الافريقي يفكر مرة تانية في سحب البطولة من الكاميرون ويعمل كمان جمعية عمومية في نهاية السنة اللي احنا فيها دي في نهاية العام الجاري عشان يصدروا قرار نهائي مع اتخاذ قرار بفتح باب الترشحات للدول اللي عندها رغبة ان هي تنظم في البطولة القادمة ان شاء الله كاس الامم الافريقية 2019 وفي الاغلب هتكون المغرب. كمان فيتو قالت ان كشفت صحيفة صن البريطانية عن سبب تراجع مستوى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الانجليزي من ساعة بداية الموسم الحالي مع ريتس. وقالت الصحيفة ان لسه بيعاني محمد صلاح من اصابة الكتف اللي تعرض ليها في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا قصاد طبعا ريال مدريد بعد ما كان في تدخل عنيف جدا من سيرخيو راموس قصاده. وكمان قالت ان كتف محمد صلاح لسه مربوط بعد مرور 4 شهور ولسه اللاعب بيعاني من الاصابة، وده اللي ادى لهبوط مستواه ساعة ما انطلقت البطولة بطولة البريمير ليج في الموسم الحالي. وطبعا هو ده السبب ان هو ما سجلش لغاية دلوقتي الا هدفين بعد مرور 6 مباريات. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم واخر اللي نشر نجوم الكوره على حساباتهم الشخصيه على السوشيال ميديا. وهنبتدي معاكم مع كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول واللي نشر على صفحته على الفيسبوك نعي لكابتن حازم كرم حارس مرمى النادي الاهلي السابق وكتب البقاء لله. كمان نشر ميدو جابر لاعب النادي الاهلي على الانستغرام تنويه عن فقرته النهارده على قناه النادي الاهلي الساعه 8 ان شاء الله. كمان كلنا عارفين ان محمد نجيب عمل عمليه الغضروف امبارح فنشر بعض اللعيبه صوره دي معاهم طبعا من المستشفى، ونزل رامي ربيعه ستوري على الانستغرام مع نجيب قبل العمليه من المستشفى وكتب الف سلامه عليك وتقوم بالسلامه يا نجيب. كمان ايمن اشرف نزل ستوري على انستغرام مع نجيب بعد العمليه وكتب الف سلامه عليك يا كابتن نجيب. الف سلامه طبعا للكابتن محمد نجيب باذن الله يرجع سريعا جدا للملاعب. طيب محمود فايز المدرب في الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني كتب بوست على الفيسبوك عن لائحه النادي الاهلي قال فيها وسط الفوضى ياتي كالعاده بتجربه جديده فريده سباقه تعاون وانتماء وفكر في رقي وتحضر وثقافه وانكار للذات ودقه شديده واهتمام بكل التفاصيل مهما كانت صغيره هي الحاجات اللي شدتني وبهرتني في تعامل مجلس اداره النادي الاهلي مع اللائحه الجديده ووضع النظام الاساسي للبيت الكبير بعد التعديلات التي اقترحها اعضاء الجمعيه العموميه والرؤساء السابقين للنادي الاهلي ورجال الفكر في مصر ورجال القانون والتشريعات. الكل شارك الكل دعم وانه امر لو تعلمون عظيم. برافو كابتن. علق كمان اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق عن محمد صلاح على تويتر وقال محمد صلاح يحتاج ان ينسى الموسم الماضي فهو غير مطالب باحراز اهداف كثيره ولكن مطالب ان يلعب المباريات بشكل جيد وينفذ ما هو مطلوب والاهداف دي رزق. محمد عليه ضغوط كبيره ومن الطبيعي ان يهبط مستواه ولكن في هذا التوقيت يحتاج لكل الدعم من الشعب المصري وكل الشعب العربي بدعم محمد صلاح. كمان نشرت صفحة ليفربول على تويتر صورة احتفال فيرمينيو بالهدف امبارح وعلقوا قالوا يا لها من طريقة مميزة لمباراتك ال 150 مع الريتس. كمان فيرمينيو نزل صورة ليه وهو قافل عينه بعد الهدف الثالث اللي جابه في باريس سان جيرمان امبارح. طبعا كلنا عارفين ان فيرمينيو اتصاب في عينيه في الماتش اللي فات ليفربول مع توتنهام في البريمير ليج وطبعا احرز هدف الفوز الريتس امبارح في اول ماتش ليهم في دوري الابطال او في الشامبيونز ليج. لسه مع ليفربول ولكن من صفحه بلاتشر فوتبول على الفيسبوك واللي نشرت فيديو لاجواء واحتفالات جمهور ليفربول في ملعبهم الانفيلد رود وعلقت وقالت ليالي دوري الابطال في الانفيلد. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع نكمل معاكم. Thank you.
نشرت صفحة الفيفا على تويتر صورة لكريم بابي وكتبت اللاعب الوحيد اللي قدر ان هو يسجل 11 هدف في دوري الأبطال قبل ما يتم عامه العشرين كريم بابي. ومن مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان نروح معاكم لمباراة برشلونة وأيندهوفن. نشر كمان لويس سواريز لاعب برشلونة على تويتر بعد ما فاز بأربع أهداف، كتب بداية رائعة مع ثلاث نقط مهمة، فريق عظيم برشلونة. نروح بقى لمباراة النهاردة ريال مدريد وروما الإيطالي في دوري الأبطال. نشر لوكس فاسكس لاعب ريال مدريد الأسباني على الانستغرام صورة لي بالكاس وعلق عليها وقال دوري الأبطال يعود ليه لا. كمان جاريت بيل نشر على الانستغرام صورته من التدريبات مع لوكس فاسكس وكتب مستعدون للمباراة. من دوري الأبطال أو تشامبيونز ليج نروح للعمر وردة طبعا والمباراة اللي هيلعبها النهاردة مع فريق باوك اليوناني. نشر وردة على الانستغرام صورة من التدريبات وكتب مستعد لتشيلسي يوروبا ليج. كمان مع تشيلسي نشر ماركوس ألونسو على تويتر صورة ليه أثناء السفر لليونان استعدادا لمباراته مع باوك اليوناني بكرة إن شاء الله. مشاهدينا دلوقتي هنطلع لفاصل سريع وبعد كده هنرجع نكمل ان شاء الله مع ضيفنا النهارده استاذ عبد القادر السعيد الصحفي في موقع يلا كوره. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعانا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد القادر السعيد الصحفي في موقع يلا كوره. مساء الخير عليكم منورنا. مساء النور، اهلا بيك. نورنا اكيد في كلام في الميديا. عايزين النهارده نتكلم في حاجات كتير وهنبتدي معاك بالازمات اللي موجوده دلوقتي واهم القضايا اللي موجوده دلوقتي في الساحه الرياضيه المصريه. ولو هنبتديها ممكن نبتديها بقى طبعا من الاحداث الساخنه وقرار لجنه المسابقات بايقاف كابتن علاء نبيل وتغريمه 20,000 جنيه. يعني طبعا قرار مغلظ، عقوبه مغلظه شويه على كابتن علاء نبيل. اللائحه كانت بتقول ايقاف مباراه واحده و10,000 جنيه، هم عملوا الضعف. مفيش توضيح من لجنه المسابقات الضعف طلع ليه، ومفيش توضيح اصلا عن سبب العقوبه. الكلمه اللي قالها الكابتن علاء نبيل اللي دوري مرجان احمد مرجان، دوري مرجان احمد مرجان، اعتبروها اهانه واعتبروها اثاره جماهير. واللائحه بتقول اثاره الجماهير مباراه واحده و10,000 جنيه. لكن العقوبه تضاعفت ليه ما عرفناش من اتحاد كرة. يعني في النهاية على المقاولين وعلى نبيل انه يتقبل، لان ما فيش استئناف وما فيش اي حاجة من الحاجات دي، هو لازم ينفذ العقوبة ويدفع الغرامة في النهاية. طب انا هسألك انت وجهة نظرك الشخصية، هل شفت كابتن علاء نبيل فعلا بيحاول ان هو يثير المشاكل لاتحاد الكره، ولا اصلا كده كده الجماهير شايفه اللي بيحصل وهي عندها اصلا اراء مختلفه مش محتاجه كابتن نبيل ان هو يتكلم في الموضوع ده؟ هو كابتن علاء نبيل طبعا كان معذور، لان ما فيش حاجه في الدنيا اسمها ان الحكم يجي قبل المباراه ب 12 ساعه ونادي المقاولين لا يتم اختاره بالطاقم التحكيم الاجنبي. طلع قال ان ده كانه كان قاعد مستني في ميدان التحرير. يعني مش جاي من بره. بيقولوا له جاب التاشيره ازاي؟ يعني هو ازاي اصلا الراجل يجي في 12 ساعه؟ اكيد في اتفاق مسبق، واتفاق مسبق ما تمش اعلان بيه نادي المقاولين العرب، ولو ما كانوش لعبوا المباراه كان هيبقى من حقهم جدا، يعني لان حاجه ما بتحصلش وحاجه بتنفذ بناء على طلب النادي الثاني والنادي المنافس ليه اللي هو الطرف الاخر نادي بيراميدز. فطبعا ده هتبقى حاجه غير مقبوله ابدا بالنسبه للمقاولين العرب. الثوره اللي حصلت من علاء نبيل ومن جهازه الفني ومن الاداره ومن شايف ان ده حقه؟ طبعا من حقهم طبعا. كمان ما فيش حكم خامس وسادس، ودي كانت حاجه غريبه شويه في الدوري المصري، قالوا ان تونس ما بتطبقش الحكم الخامس والسادس، مع اننا شفنا مباريات كتير في تونس بيتم تطبيق فيها الحكم الخامس والسادس، يعني كان ممكن. بس برضه غريبه جدا ان احنا نقول اصل تونس ما عندهاش حكم رابع وخامس، يعني ليه بنقول كده طالما احنا اصلا في الدوري المصري احنا جايبينهم هم يمشوا بطريقتنا احنا؟ هو احنا اصلا عندنا طريقه؟ احنا ما عندناش طريقه. احنا ما عندناش طريقه، ما عندناش اي حاجه في الدنيا. احنا المالك نادي بيراميدز طلب حكام اجانب، جات له جول حكام اجانب. الموسم اللي فات سموحه على سبيل المثال طلب حكام اجانب في نهائي كاس مصر، كان تصريح اللي طلع من ثروت سويلم ساعتها المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، قال ان نادي الزمالك عايز بطوله فمش هنجيب حكام اجانب. تصريح نصا تصريح يعني غريب جدا طلع من مدير التنفيذي لاتحاد الكره وقتها، وقدر نادي الزمالك يحقق
اللقب بحكام مصريين، وطبعا فاكرين الأزمة اللي حصلت. لكن مع أول طلب من تركي آل الشيخ رئيس نادي أو مالك نادي بيراميدز، تم جلب الحكام الأجانب في 12 ساعة أو أقل من 12 ساعة وأدار المباراة وكسب نادي بيراميدز. طب لو كمان نتكلم عن الحكام الرابع والخامس، فطبعا كمان رئيس لجنة رئيس لجنة الحكام فالاتحاد التونسي قال هم بيلعبوا بالطريقة دي زي ما بيتقال، يعني هو ما عندهمش الحكم رابع وخامس بالظبط. يعني هو اصل الحكم الرابع والخامس، الخامس والسادس دي مش يعني مش حاجه معضله كبيره، يعني انها مش في سيستم الكتروني مثلا نشتغل عليه زي الفار. هو الموضوع بسيط جدا، هو في حكم واقف على الخط علشان نشوف ضربات الجزاء، وحكم واقف الناحيه الثانيه عشان نشوف ضربات الجزاء والكرات القريبه يعني. وبالتالي ما كانش في سبب يعني ان هم يقولوا الموضوع هيبقى صعب عليهم، يعني خاصه ان ده السيستم اللي ماشي بيه في الدوري المصري. يعني كمان قال لك هنجيب لو طبقنا الفيديو مش هيبقى فيه حكام اجانب، ولو في حكام اجانب مش هيبقى فيه فيديو. فتحس ان في تخبط، يعني مفيش اداره. يعني احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه بنهرب من الدوري المصري، بنهرب للدوري الانجليزي والدوري الاسباني، ما بنشوفش الكلام ده ابدا. يعني حتى الدوريات اللي ما بيطبقش فيها حكام الفيديو بتبتدي، يعني الدوري الانجليزي بجلاله قدره اقوى دوري في العالم، السنه دي عاملين حاجه تجريبية بيجربوا تقنية الفيديو في مباريات من غير ما تاخد قرارات. يعني مباريات مثلا مانشستر سيتي وفولهام الأخيرة كان في تجارب على تقنية الفيديو، لكن الماتش ما بيقفش، ده هما تجارب من أجل التجارب فقط مش من أجل الحكم في المباراة. صحيح. علشان من السنة الجاية أو في أي وقت يقدروا يبقوا جاهزين يطبقوها بشكل احترافي شكل كبير، وبيبتدوا يطبقوها في مباريات الكأس، كأس الرابطة مثلا كرباو السنة دي في الدوري الإنجليزي هتتطبق بشكل برضو تجريبي. ولكن احنا في مصر الاول قال هنطبق تقنيه الفيديو على طول، بعد كده طلع احد المسؤولين في اتحاد الكوره يعني قال احنا محتاجين من 4 لـ5 شهور، مع انه كان من فتره قليله جدا او من كام يوم. واخر كلام كمان اتقال ان هو ان شاء الله تقنيه الفيديو دي هتكون شغاله قبل ما ينتهي الدور الاول من الدوري المصري. يعني اخر كلام خالص بعد مباراه المقاولين وبيراميدز لما حصلت المشاكل دي كان طلع اعتقد كابتن عصام عبد الفتاح قال احنا محتاجين من 4 لـ5 شهور. انت بتتكلمي يعني ممكن ما نلحقش الدوري ده اصلا، الدوري الموسم ده. مع ان التصريح اللي قبليه على طول كان احنا هنطبق تقنيه الفيديو في مصر. فطبعا ما فيش خريطه للكره في مصر، اداره ما فيش خريطه للاداره، ما فيش اي حاجه بصراحه. يعني الازمات اللي شفناها في الدور الاول، واحنا طبعا لسه في الجوله 7 من الدوري المصري ممتاز، شفنا مشاكل كتير قوي من بدايه الدور ده ومن بدايه الموسم ده لحد دلوقتي. تفتكر ان تقنيه الفيديو او الفار ممكن تحل المشاكل اللي موجوده دلوقتي، او يعني تقل شويه من الاحتقان ما بين كمان الانديه المصريه والاتحاد المصري لكره القدم؟ طبعا هي التكنولوجيا عموما بتبقى مفيده في حياه الانسان، غيرت حياه الانسان كله، ليه ما تغيرش الكوره كمان؟ تقنيه الفيديو، الحكم الفيديو كمان بيدي ثقه للاعبين في القرارات اللي بتطلع، لان مش بيبقى حكم واحد بس شافها، بيبقى اكتر من حكم في غرفه التحكم كنترول روم كبير جدا في كل الامكانيات، وبالتالي نسبه الخطا تقريبا 0%. وان كنا احنا برضو حالات بيتم فيها الخطا في تقنيه الفيديو، فاكرين مثلا ضربه جزاء مصر والسعوديه في كاس العالم، الحكم كان مصر انه يحسبها رغم ان غرفه التحكم في تقنيه الفيديو قالوا له لا، واصر انه يحسبها وشافها اكتر من مره. وبالتالي برضو يعني لو في حكم عايز يعمل حاجه معينه هيقدر يعملها، لان القرار بتاعه في النهايه. ولكن طبعا هيقل كتير جدا من نسبه الاخطاء، وهيقل كتير جدا من الاحتقان بين الجماهير وبين اللاعبين في الملعب حتى، لان القرار لما يجي لهم خلاص من فوق من غرفه التحكم يعني خلاص مش هيبقى في مجال للاعتراض يعني. استخدام بقى الحكام الاجانب، طبعا هم مش يعني هم اجانب بس عرب، يعني هم في الاخر طبعا بيندرجوا اجانب لان هم دي مشكله كبيره طبعا. فكره بقى ان احنا نجيب عرب هم اللي يحكموا الدوري المصري الممتاز، شايف ان ده قرار صحيح؟ هل في فعلا تفاوت ما بين مستوى الحكم المصري والحكم التونسي؟ بصي، هو التحكيم المصري الفتره الاخيره طبعا أسوأ من السيء، لكن التحكيم العربي كمان ما بنشوفش الحكام العرب متالقين. لكن يعني انا موافق على التحكيم الاجنبي، والتحكيم الاجنبي ضروري كمان في الدوري المصري بسبب اللي بنشوفه من الحكام المصريين الفتره الاخيره، وكمان على الاقل خلص في المباريات الكبيره. يعني مباريات لو النادي الاهلي طلب انه يلعب المباريات اللي جايه كلها بتحكيم اجنبي، نادي الزمالك، الانديه اللي تقدر تتحمل التكلفه عموما، ده هيكون شيء في صالح اللعبه، لان مش هيبقى فيه تعنت، مش هيبقى فيه اتفاقات مسبقه زي ما بيشار احيانا. يعني فكره كمان ان يجي حكام عرب يحكموا لاول مره في مصر في الدوري المصري لنادي يملكه رئيس الاتحاد العربي، دي كانت حاجة يعني نشوف حتى في أوروبا في أفريقيا ما ينفعش حد حكم من بلد يحكم لحد في طريق البلد التانية، فما بالك حد بيجي أصلا ممكن رئيس الاتحاد العربي يعينه بعد كده في مباريات بطولة العربية مثلا، أو يعليه يديله مكافآت
في بطولة تانية، وبالتالي كان فيها برضو شبهة كبيرة جدا ان يجي حكم عربي يحكم لرئيس الاتحاد العربي، دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي يعني. انت شايف يعني الموضوع غريب، حكام اجانب ماشي بس ما تجيبش حكام عرب لرئيس الاتحاد العربي، حاجه غريبه جدا طبعا. صحيح صحيح. طيب خلينا كمان نروح بقى للدوري المصري عامه والمنافسه في الدوري المصري. شايف ان في ملامح منافسين على المربع الذهبي في الدوري المصري الموسم 2018 2019؟ طبعا يعني احنا عندنا كان السنين اللي فاتت كلها كان الاهلي والزمالك والمصري، بما انه بيستغل عامل اللعب في ملعب واحد ذهاب واياب، كل مبارياته ذهاب واياب في ملعب برج العرب، دي كانت ميزه كبيره جدا بتدخله دايما في المربع الذهبي. السنه دي انضم النادي الوليد حديثا نادي بيراميدز، بقى بينافس، عنده كوكبه كبيره جدا من النجوم، عنده دعم مالي مش متوفر لاي نادي في مصر، ومش هقول لك متوفر لاي نادي في افريقيا كمان، بما ان يعني احنا في مصر صفوه انديه افريقيا، عندنا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ما عندوش الدعم الكبير ده، البزغ في المكافآت وفي المرتبات والكلام ده، وبالتالي ده بيدي دفعه كبيره للاعبين، وانا شايف ان ده كمان بيدي دفعه كبيره للمنافسين، كبيره للاعبين في النادي ده، لكن اكيد بيدي احباط لبقيه اللعيبه في الدوري المصري الممتاز. انا كتبت فعلا قلت كده ان مكافآت بيراميدز دي هتسبب احباط للاعبين التانيين، يعني في لعيب تاني بيكسب ماتش بياخد 5000 جنيه 10000 جنيه، وهنا تلاقي 170000 جنيه 180000 جنيه، مباراه 10000 دولار، يعني بتتكلم كل مباراه كبيره بيكسبوها بياخدوا 10000 دولار، وده رقم ممكن يبقى يعني مكافاه ماتشين بمرتب موسم كامل بالنسبه للاعب في نادي متوسط او حتى نادي من انديه اللي بتنافس، يعني مش هقول لك الاهلي والزمالك، في انديه كتير بتنافس ما بتاخدش المبالغ دي بالنسبه للاعبين يعني. ايه بقى ابرز الظواهر اللي شفتها مثلا في الموسم الحالي؟ هو ابرز الظاهر طبعا ان اللي بيحصل اللخبطه اللي بتحصل دي، مشكله التحكيم طبعا، مشكله التحكيم دي عايشه معانا من سنه 2000 قبل الميلاد، من ساعه ما لعبنا كوره في مصر، ده حقيقي. في وكل سنه كده في حادثه كبيره بالظبط، في مشاكل الحكام المصري، تحس مش شايف شخصيه الحكم اللي بشوفها في الدوريات الاوروبيه مش بشوفها في مصر، يعني بحس ان الحكم نازل خايف مضغوط، مش ده اللي يقدر عارف ياخد قرار، يقود القرار بالظبط، يعني مش بشوفه ابدا في اوروبا، مش بشوفه. طب لو مثلا مسكنا مباراه الاهلي والانتاج الحربي، المباراه الاخيره للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز لحد دلوقتي، وطبعا ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، والهدف اللي اتحسب ان هو تسلل، هو طبعا كان هدف صحيح، وقرارات ابراهيم واضح يعني. وقرارات ابراهيم نور الدين في اللقاء ده، حتى يعني محمد الشناوي، احنا لعبنا محمد الشناوي تاني، كان يستحق طبعا ان هو ياخد كارت احمر ويطلع بره المباراه، حتى ما قدرش ان هو ينفذ القرار ده، كان في حاجه غريبه، هو كان مش عارف ياخد قرار صح، ومش عارف ياخد مثلا القرار ده عشان ما يتقالش عليه هو فعلا ضد النادي الاهلي، بس انت واضح ان انت جدا يعني ما حسبتش لضربه جزاء باينه زي الشمس. لا هو ليه قرارات كتير ضد النادي الاهلي في كذا مباراه، يعني مش المباراه دي بس، هو على طول معتاد ابراهيم نور الدين قرارات عكسيه ضد النادي الاهلي في مباريات كتير، يمكن فاكر منهم مثلا مباراه اللي كانت ممكن تحسب بطوله الدوري المصري في الدوره الرباعيه، مباراه الاهلي والزمالك حسب ضربه جزاء ضد النادي الاهلي، ضربه جزاء وهميه كانت ممكن تخسر النادي الاهلي الدوري، ولكن كان ساعتها نادي الزمالك اهدر. فهو دايما معتاد الوقوع في الاخطاء، وهنسميها الوقوع في الاخطاء بين قوسين يعني ضد النادي الاهلي، ده طبعا مش ممكن يبقى موجود ابدا لو في تقنيه فيديو او لو في تحكيم اجنبي اصلا. صحيح. هيبقى في اخطاء التحكيم الاجنبي، ولكن مش هيبقى قاصد، مش هيبقى قاصد يعني احيانا الاخطاء مقصوده، يعني كل اللي شاف المباراه دي حاسس ان في تعمد القرارات، يعني الكره بتدخل ما بيحسبهاش، يعني انت مستني ايه تاني؟ ضربه جزاء واضحه جدا قدام عينك ما بتحسبهاش، هنا ما اقدرش اقول ان ما خدش باله او خطا، ممكن الخطا يبقى مره بس مش مرتين يعني كره واضحه زي الشمس يعني. وعشان اكمل بقى السيناريو ويطلع شكل الموضوع كويس قوي، يجي محمد الشناوي ومش هطرده عشان ما بانش ان انا ضد الاهلي فعلا بالظبط. ساعات بيحصل كده كتير جدا في التحكيم، ودي نقطه كويسه جدا انت اتكلمتي فيها، يعني ممكن يضربك ضربه جامده جدا ويجي يفوت لك حاجه مش هتاثر كتير يعني. طبعا محمد الشناوي كان طرده هيبقى مؤثر، الاهلي يلعب 10 لاعبين بس، مش ده برده اللي ممكن يوقع النادي الاهلي، شفنا النادي الاهلي بيكسب ب 10 لاعبين كتير، وعنده على دكه البدلاء كان شريف اكرامي حارس كبير يقدر ما يسببش مشاكل للنادي الاهلي يعني. صحيح. في البطوله المحليه. طيب نروح بقى لملف تاني، هو ملف دوري ابطال افريقيا، لقاء النادي الاهلي القادم ان شاء الله قصاد ورايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام. شفت انت اكيد لقاء الذهاب اكيد في غينيا، وشفت اللقاء اللي انتهى بالتعادل السلبي من غير اهداف في غينيا في كوناكري تحديدا، شفت اداء النادي الاهلي ازاي هناك واداء برضو ورايا كوناكري الغيني، وشايف الفريق ده ممكن يكون فيه قلق
منه هنا على ملعب السلام؟ بصي، هو انا كنت من شويه بقول لك الكره في مصر برضو فيها يعني مقاسي كتيره جدا، لكن في افريقيا في مقاسي اكتر. صحيح او مش على التحكيم قوي زي ما بيحصل في مصر، لكن الملعب مثلا على سبيل المثال الملعب كان لا يصلح لمباراه بهذا الحجم في بطوله افريقيا في دور الثمانيه. يعني ما ينفعش يبقى بطوله افريقيا عايزين بيطلبوا ان يحضر فيها جمهور كتير، بيطلبوا ان العوائد البث تزيد كتير، وفي النهايه ما يكونش في ملاعب اصلا تقام عليها المباريات. النادي الاهلي كان متكتف تماما، لجأ احيانا كتير للكرات العاليه، حتى فريق الغيني كمان انا ما كنتش شايفه بيلعب كره ابدا، كان متراجع للدفاع، ما تعرفيش بيدافع ولا بيهاجم، بيلعب ضغط عالي ولا لا. وبالتالي بس اكيد الفريق الغيني متعود على الارضيه دي، يعني دي ارض ملعب في فرق افريقيه كتير جدا بتبقى على ملعبها حاجه، ولما تيجي تلعب على ملعب كويس او بساط زي مثلا برج العرب او استاد القاهره زمان بتلاقيه مختلف تماما، بتلاقيه بيلعب احسن كمان من ما بيلعب في ملعبه. ومن هنا ده الخوف الوحيد بس بالنسبه لنا من فريق الغيني، انه ممكن يجي في مصر الموضوع يجي بالعكس بقى، يتفاجئ بقى على الارض دي مش متعود عليها. ممكن بس هو فريق قدر يوصل لربع النهائي، وبالتالي ممكن لازم النادي الاهلي يعمل حسابه. لو النادي الاهلي نزل شايف ان ده فريق ممكن يتغلب بسهوله، النادي الاهلي هيخسر المباراه، مش هقول لك هيتعادل. النادي الاهلي لو احترم منه كارتيرون، النادي الاهلي لو احترم الفريق ده هيكسب سكور. انا حتى كتبت الكلام ده، هيكسب فريق سهل، ممكن نقدر نكسبه 2 و3 و4 كمان، ولكن مع احترام المنافس. وتخلي بالك كويس، شفنا المباراه الاخيره للنادي الاهلي في المجموعات ايه اللي حصل فيها. النادي الاهلي كان بسهوله جدا يقدر يكسب 4 و5، ولكن سجل فيه هدف و2 و3 وتعرض للاحراج في برج العرب. حقيقي. طيب اللقاء ده اللي هيتلعب ان شاء الله يوم السبت اللي جاي على ملعب السلام، شايف الافضل ان هو يتلعب على ملعب السلام ولا برج العرب؟ هو الافضل من ناحيه الحضور الجماهيري انه يتلعب في ملعب السلام. شفنا بالظبط، ده حاجه عظيمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ملعب السلام لو شال 20,000 كانك بتلعبي في استاد القاهره وسط 100,000، الملعب هيبقى ضيق وفي جمهور كتير، صوتهم هيبقى عالي، هيسبب ذعر للمنافسين. على عكس برج العرب لو في 20,000 هيبقى كان اثنين واقفين بينادوا على بعض في صحراء، يعني بيبقى الملعب واسع جدا وصوتهم مش باين، غير الصعوبات اللي بتواجه الجماهير في الطريق، حتى في السفر، في الدخول، في البوابات. الموضوع في برج العرب اصبح كابوس بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. وبالتالي في استاد السلام، صحيح استاد السلام مش في القاهره اصلا، يعتبر في الشرقيه يعني، ومسافه كبيره، ولكن الطريق افضل بكتير، الدخول اسهل بكتير، أقرب. ملعب اظرف كمان بالنسبه للجماهير يعني. طيب خليني اسالك توقعاتك، مين هيكون موجود في المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا بعد دور الثمانيه؟ بصي، توقعات صعبة جدا يعني، أنا يعني لعبة التوقعات دي ما بحبهاش قوي في الكورة، لكن أتمنى يعني إن يكون النادي الأهلي أحد طرفي النهائي، والنادي الأهلي يقدر يحقق اللقب تاني. شفنا السنة اللي فاتت بالمناسبة يعني الحكم اللي كان أدار مباراة الأهلي والوداد كان من الحكام اللي عليهم علامات استفهام كبيره جدا. صحيح. وشفنا انه تم ادانته او تم الاشاره لادانته مؤخرا من ضمن الحكام اللي بياخدوا رشاوي يعني. هو فعلا ادمان يعني، تعاطي الرشاوي ده ادمان، لانها حاجه غير سويه بالنسبه لاي انسان. صحيح. يعني نتمنى ان النادي الاهلي يتجنب هذه الامور، واتمنى انه ما يلعبش مازيمبي، رغم ان الكارتيرون قال انه يتمنى ياخد البطوله من مازيمبي، لكن مازيمبي مشهور في افريقيا انه في ملعبه مش هتقدر تكسبه بسبب الملعب وبسبب الحكام، لان في علامات استفهام كتيره كمان بين رئيس النادي والتظبيط الحكام زي ما بنقول. وبالتالي ما اتمناش النادي الاهلي يلعب الفريق ده، مش لقوته ولكن للظروف اللي ذكرتها يعني. صحيح. طيب خليني اروح معاك بقى دلوقتي للمنتخب الوطني الاول والاجاري مدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، وطبعا اللقاء الوحيد اللقاءات في منتخبنا الوطني قصاد نيجر، وفوز فوز منتخبنا الوطني ب6 أهداف نظيفه. شفت اللقاء ده ازاي؟ يعني اللقاء كان تدريب او تقسيمه حلوه، اتدربنا بشكل كويس، حاولنا نشوف اجيري عايز يعمل ايه في الملعب، لكن يعني الحكم على منتخب مصر في المباراه دي كان هيبقى مش عادل. الحكم مش عادل، لان كنا بنلعب فريق عامل زي فرق المدارس، مش قادر يدافع ومش قادر يهاجم، مش قادر يعمل اي حاجه. 6-0 دي كانت نتيجه سيئه جدا لمنتخب مصر، لان صحيح. انا شايف منتخب مصر كان يقدر يكسب 10 اهداف في المباراه دي لولا سوء التوفيق في كتير جدا من الفرص. بالظبط، كتير جدا من الفرص شفنا ضاعت، لكن بانت ملامح بسيطه جدا لمنتخب مصر، زي مثلا انه عايز يلعب ب3 في الهجوم، 4-3-3 بدل 4-2-3-1، انه جمهور شويه. بالظبط يعني شفنا 4-3-3 دي خطه هجوميه يعني
جوارديولا مثلا بيلعب بيها، برشلونه بيلعب بيها، دي الخطه الهجوميه المفضله عند معظم ساري حاليا بيلعب بيها مع تشيلسي، عند معظم الفرق اللي بتهاجم دي الخطه المفضله عندهم. 4-1-4-1 كمان بيتم استخدامها، ولكن 4-3-3 دي هي من اعظم الخطط الهجوميه، ودي اللي لعب بيها اجيري المباراه دي. ولكن مش عايز نستعجل الحكم عليه، مش عايز نقول ان هو مدرب عظيم قوي لاننا كسبنا 6-0، لاننا كسبنا فريق اي نادي في الدوري المصري كان ممكن يكسبه بسكور كمان يمكن اكتر كمان من 6-0. مش معيار ابدا خالص خالص، مش معيار ابدا، ولكن هي بدايه جيده، كسبنا مباراه رسميه في الاول وفي الاخر. يعني لاعبين استفادوا برفع رصيدهم الدولي زي محمد صلاح مثلا، ففيها مكاسب كتير، وانا شايف ان محمد صلاح عنده فرصه عظيمه جدا كمان انه هيلعب لسه قدام النيجر تاني، وهيلعب سيراليون رايح جاي، يعني ممكن يسجل 10 اهداف في الثلاث مباريات دول يعدي خالص. يعني ممكن نعتبر ان مباراه النيجر دي كانت بدايه تعارف ما بين المدير الفني ولاعيبه منتخبنا الراجل. اكيد طبعا، هو حظه حلو ان المباراه الاولى كانت ما كانتش مباراه تونس في تونس مثلا زي المباراه الاولى اللي احنا خسرناها، كانت مباراه سهله يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه، يقدر يعني كاننا بدون اي ضغوط بدون اي ستريس بنلعب براحتنا جدا، تقدر تنفذ اللي انت عايزه او تشوف تفهم لعيبتك انت عايز تعمل ايه. مين اللي شفته ان هو اتظلم بعدم استدعائه لمعسكر المنتخب اللي فات، ومين اللي بتتمنى ان هو ينضم ان شاء الله لمعسكر سوازيلاند؟ يعني فكره مين اللي شفت ان هو ما كانش مفروض اصلا يكون موجود او يتم استدعائه للمعسكر اللي فات؟ بصي، هو يعني بالنسبه للعيبه اللي اتظلمت، طبعا انا شايف ان الدوري المصري دلوقتي فيه اثنين مهاجمين كويسين جدا، يمكن لايك كله ابدا عن اللي بيتم اختيارهم، ويمكن في بعض الاحيان بيكونوا افضل. احمد علي مهاجم المقاولين مهاجم كويس صحيح. جدا جدا. صلاح امين كمان اثبت انه مهاجم من الطراز الاول يعني. فليه الاثنين دول ما يتمش استغلالهم مع وجود لاعب صغير السن زي صلاح محسن مثلا؟ يبقى انت عندك لعيبه سنها كبير ولعيب سنه صغير للمستقبل، الخبره مع المستقبل، ده الميكس اللي بيبقى بينجح اي فريق في الدنيا. شايف الاثنين دول هيبقوا اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، ولكن محتاجين كمان نجربهم في على المستوى الدولي، هيبقوا بنفس الشخصيه ولا شخصيتهم هتقل؟ في لعيبه على المستوى الدولي بتخاف، ما بتقدرش، بتترعش، مش قادره يعني مثلا لو كنا على صلاح امين، صلاح امين طبعا هداف محدش يختلف عليه ابدا، وعنده امكانيات وعنده خبرات، لكن عامل السن ده يعني مختلف تماما عن فكر اجيري. اجيري بيحاول ان هو يضم صغار السن، شفنا اجيري يعني بيستبعد احمد فتحي اللي هو كان زي عمود فقري في المنتخب الوطني، كان لعب دور الجوكر كمان في سواء في امم افريقيا او في المونديال اللي فات، كان قد ايه مهم. فهو برده يعني اجيري كان عنده استعداد ان هو يستغني عن احمد فتحي عشان عامل السن، فصعب جدا ان هو يضم صلاح امين. يمكن مركز احمد فتحي مركز متوفر فيه عدد كبير من اللاعبين، يعني شفنا احمد المحمدي مثلا، محمد هاني، في لعيبه كتير جدا تقدر تلعب في المركز ده. لكن مركز المهاجم في مصر يعني في منتهى الفقر في الفتره الاخيره، ما فيش مهاجمين. احنا رحنا كاس العالم ما عندناش غير مروان محسن، يعني انت متخيله منتخب صحيح. مصر رايح كاس العالم ما عندوش غير مهاجم وحيد، ومروان محسن ما كانش في افضل حالاته كمان صحيح. في البطوله بسبب طبعا الاصابه اللي تعرض ليها في امم افريقيا اللي فاتت، طبعا طريقه اللعب كمان كان بعيد يعني تماما عن الملاعب فتره كبيره. طريقه اللعب كل المهاجمين اللي لعبوا في منتخب مصر لما سالناهم كصحفيين يعني قالوا ان طريقه كوبر ما كانتش عايزه المهاجمين يجيبوا جوان اصلا، المهاجم كان بيلعب كمدافع او كيضغط على المدافعين ويفتح مساحات لمحمد صلاح او لتريزيجيه، لكن المهاجم ما كانش مطلوب منه انه يتواجد اساسا في منطقه الجزاء كتير يعني، وده طبعا كان بيقلل كتير جدا من المهاجمين في خطه كوبر. لكن في منتخب مصر مين المهاجم دلوقتي الاساسي؟ ما فيش. مروان محسن بيتعرض لاصابات كتير، صلاح محسن لعيب واعد ولعيب هيكون له مستقبل كبير جدا لو يعني اظهر تركيز ورغبه اكبر في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي مع منتخب مصر، اعتقد انه هيكون رقم واحد في الفرقتين. لكن مش هتعتمدي على لعيب واحد، احنا مش عندنا كوبر دلوقتي هنروح بمهاجم واحد ومش مهم اهاجم اصلا، انت احمد علي صلاح امين ممكن هيتم استخدامه من فترات، يعني احنا بطوله كاس الامم الافريقيه بعد شهور، مش هنقول هيلعبوا كاس العالم 2022، من هنا ل 2022 ممكن يظهر لعيب يكون عنده 20 او 21 سنه دلوقتي، يبقى بعد سنه او سنة يكون لعيب ظهر تقدر تضمه مع صلاح محسن مثلا كلعيب مهاجم، وبالتالي هما الاثنين دول شايف ان هما ممكن يفيدوا منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لو تأهلوا، بشرط ان هما يتم تجربتهم الأول على المستوى الدولي ونشوف هل هيكون رد فعلهم زي ما بنشوفه مع أنديتهم ولا لا. مين بقى اللي شفت ان هو انضم للمنتخب بس ما كانش يستحق ان هو يتم استدعائه؟ يعني ما فيش بصراحه، يعني انضم للمنتخب في الفتره الاخيره انا كنت معترض شويه على علي غزال، لكن هو قدم مباراه جيده، وان كانت المباراه اصلا مش مقياس يعني زي ما قلت لك مباراه سهله، لكن انا كنت مستغرب شويه فكره انضمام علي غزال وفكره مشاركته اساسي بما انه جديد. بيلعب في يعني دوري ما فيهوش كوره قوي، ما خدش
خطوه كويسه بعد البرتغال، شفناه بعد مع منتخب مصر في الفترات اللي تم استدعائه فيها ما كانش بالمستوى المأمول، ولكن طبعا الراجل لعب ماتش جيد حتى لو قدامه منافس ضعيف، ولكن في النهايه نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه يعني، ويكون من نجوم منتخب مصر محدش فاكره يعني. نروح بقى لنجمنا محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الانجليزي، ولقاء ليفربول امبارح في الشامبيونز ليج قصاد باريس سان جيرمان، شفت اداء محمد صلاح ازاي؟ محمد صلاح للاسف بيتعرض لضغط يعني غير طبيعي في الفتره الاخيره، محمد صلاح بيفكر في حاجات كتير غير الكوره. شفت محمد صلاح امبارح كان يعني تقريبا ده اسوأ ماتش شفته لمحمد صلاح في ليفربول، يعني تسبب كمان في الهدف الثاني اللي سجله باريس سان جيرمان، وكان هيبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه لليفربول لو خسر لو تعادل المباراه دي، وكان ممكن يخسر كمان في في اللقطات الاخيره. شفنا قبل ما يسجل الهدف كانت عمل عليه مرتدات كتيره عنده نيمار ومبابي، طيارات بيعملوا هجمات مرتده سريعه جدا، وان كان نيمار امبارح يعني احنا بنقول محمد صلاح كان سيء نيمار كان اسوأ، بس ده طبعا مش مبرر ان محمد صلاح يظهر بالمظهر ده. محمد صلاح دايما انا عجبني امبارح تصريحات محمد ابو تريكه طبعا عن محمد صلاح، قال له ما تخليش الكوره تبقى عبء عليك. محمد صلاح نازل الملعب وهو مهموم عايز يكسب الفريق، عايز يبقى هو صاحب التهديف، عايز يبقى صاحب التأثير الأكبر، بيفكر في ماني. طبعا الناس ممكن تقول الناس دي ما يعني إيه ماني أناني، ويعني إيه ماني ما بصيليش كورة، الناس دي ما بتفهمش كورة. أنا متأكد 100% أن ماني بيبقى نازل مش عايز يبص الكورة لمحمد صلاح، صحيح. ماني نازل جواه عايز يبقى هو أحسن لاعب في أفريقيا، ليه أنا أخدم عليه وهو اللي ياخد الجوائز بالظبط، وإن كان ماني أصلا كان هو نجم الفريق قبل ما يجي صحيح. محمد صلاح أخد من تحت محمد صلاح بقى نجم العالم مش نجم الفريق بس، وبالتالي أي نفس بشرية هتبتدي تتغير وتتحرك قدام محمد صلاح. الغريب أن يورجن كلوب ما خدش أي أكشن مع ماني، وحتى محمد صلاح بعد شفنا المباراة الأخيرة أمام توتنهام بعد ماني ما اكتر من كوره ما رضيش يبص محمد صلاح، محمد صلاح عمل نفس الطريقه وما رضيش يبص لماني، وفي النهايه ليفربول كان ممكن برضو يتعادل في الوقت اللي فات، وانا شايف ان ده اكبر خطر بيهدد ليفربول هو التاثير على مستوى محمد صلاح رقم واحد، وعدم التفاهم وعدم التجانس بين الاثنين محمد صلاح وماني. زي ما بقول لك انا عايز اقول لك ان يعني كل حتى الصحف الانجليزيه اتكلمت عن الموضوع ده، اندبندنت ميرور كله كان بيتكلم عن الانانيه اللي موجوده دي هتودي ليفربول في داهيه. طبعا هي واضحه جدا يعني اي حد بيحب الكوره يبقى شايف ده، حتى جري ماني لما بياخد الكوره محمد صلاح كده بيروح مديله ظهره وجري الناحيه الثانيه علشان يبص لحد ثاني. لازم ليفربول يشوف حل، ولازم محمد صلاح تحديدا ما يفكرش في الموضوع ده كتير. محمد صلاح لازم يركز انه عايز يخدم الفريق، ومش لازم ماني بيعمل كده، مش لازم يركز معاه قوي، لازم اللي جات له الكوره اديها لماني، وهو اكيد اكيد لازم هيتغير معاك في الفتره اللي جايه، لكن انت لازم يكون هدفك الاول هو انك تساعد فريقك. مش مطلوب منك تسجل 50 هدف السنه دي، مش مطلوب منك تنافس كل سنه على احسن لاعب في العالم، انت العب الكره السهله يعني. يمكن نفس الكلام ده حتى قالوا له ابو تريكه امبارح، قال له العب السهل وما تخليش الكره عبء عليك، نصيحه بسيطه جدا وسهله جدا. صحيح. واعتقد محمد صلاح هيعيد التفكير في الفتره اللي جايه دي، وان كان شاكيري اصلا انضمام شاكيري ونزول مستوى محمد صلاح ده ممكن يهدد اصلا مشاركته بعد كده في كل المباريات يعني. محمد صلاح الموسم اللي فات كان بيطلب من كلوب انه يشارك في كل مباريات الدوري الانجليزي عشان ينافس على بطوله الهداف، لكن شاكيري المره دي ممكن يكون تهديد كبير لمحمد صلاح، مش هقول لك انه يقعد احتياطي ولكن انه يغيب عن بعض المباريات. خلينا نروح معاك دلوقتي بقى لسؤال تاني، نرجع بيه للنادي الاهلي والبطوله الافريقيه، وهسالك مين هو افضل لاعب في النادي الاهلي لعب في البطوله الافريقيه لحد دلوقتي من وجهه نظرك؟ يعني النادي الاهلي لحد دلوقتي ما قدمش قوي اللي احنا منتظرينه منه في بطوله افريقيا او في الادوار الاقصائيه، شفنا مباراه الذهاب كانت انتهت بالتعادل. يعني بعد اربع فوز متتالي بالظبط، يمكن سليف كوليبالي يمكن كان من ابرز اللاعبين في النادي الاهلي، فكره المدافع الهداف دي بقت حاجه دلوقتي عظيمه بالنسبه لانديه كبيره حتى في اوروبا، بنشوف راموس بنشوف بيكي احيانا كتير كان بيسجل، بنشوف جون ستونز امريك لابورت لعيبه كتير جدا بتسجل اهداف وهم في مركز قلب الدفاع، ده ميزه كبيره جدا للنادي الاهلي دلوقتي سليف كوليبالي، واعتقد الضربات الركنيه بقت اشبه بالفاولات اللي من على حدود منطقه الجزاء في الخطوره. صحيح. يعني بسبب وجود اللاعب ده انا شايف انه مكسب كبير طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب خلينا نستعرض معاك كده كمان، الجمهور سالنا نفس السؤال، قلنا لهم مين افضل لاعب في النادي الاهلي شارك في البطوله الافريقيه. جالنا من الفيسبوك احمد النفيلي بيقول كوليبالي مستواه ثابت ما شاء الله، واتمنى انه يستمر على كده ويجي بعده
برضه علي معلول. ضياء حسني بيقول ازارو مؤثر جدا بالاخص ماتش الترجي، جاب هدف وشال هدف من على الخط، غير ان هو هداف الفريق في البطوله. مصطفى المدبوح بيقول من وجهه نظري كوليبالي مستوى كويس ومتاقلم مع الفرقه بشكل كويس. وكمان عمرو السليه واحمد فتحي. وائل بيقول مساء الخير، من وجهه نظري معلول وكوليبالي وازارو. رضا بيقول مساء الخير يا شيما، على مساء الخير على كل قناه الاهلي، افضل لاعب كوليبالي وليد ازارو، انتظروا مفاجاه الموسم. صلاح محسن. عادل صبري بيقول افضل لاعبين من وجهه نظري حاليا في النادي الاهلي بصفه عامه ازارو كوليبالي وليد سليمان ومعلول. احمد صبحي بيقول كوليبالي علي معلول الاكثر ثبات حتى الان، ويا رب اللعيبه كلها تكون في حالتها. باسم عبد الله بيقول لعيبه الاهلي كلها رجاله، ما عندناش لاعب افضل من لاعب، عايز فرقه قائدها حسام عاشور ما تبقاش لعبتها كلها رجاله. احمد محمد بيقول مساء الخير عليكي، من وجهه نظر لافضل لاعب الان هو علي معلول. حسن مصطفى بيقول الشناوي. كمان من على تويتر حنان عمر بتقول سليف كوليبالي. منار بتقول معلول وكوليبالي وازارو. ممدوح بيقول حسام عاشور ازارو احمد فتحي. سحر بتقول علي معلول. علاء الجنيدي بيقول وليد سليمان. ويكا بيقول صلاح محسن. وفاروق عمارة بيقول وليد ازارو هو الافضل، ان شاء الله هيبقى هداف دوري ابطال افريقيا. احمد اسماعيل بيقول مساء الخير، من وجهه نظري ان كل لعيبه الاهلي بلا استثناء كلهم مميزين، بالاخص الشناوي كوليبالي فتحي عاشور سليمان ازارو، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. يوسف عزوز بيقول وليد ازارو. ومن الانستجرام وليد محمد بيقول ازارو وليد سليمان. نوران سالم بتقول علي معلول وليد سليمان كوليبالي. وعلي نور بيقول ازارو وليد سليمان كوليبالي. مصطفى النشار بيقول وليد سليمان صلاح محسن الشناوي. ومحمود المصري بيقول علي معلول. دي كانت المشاركات اللي جات لنا النهارده من جمهور النادي الاهلي على سؤالنا النهارده. سؤالنا كان بيقول مين هو اللاعب اللي في النادي الاهلي اللي شفته ان هو افضل لاعب شارك في بطوله افريقيا. رايك ايه في تفاعل الجمهور؟ طبعا هم اختياراتهم كلها موفقه جدا، ان كان كوليبالي او وليد سليمان او وليد ازارو او علي معلول، كلهم طبعا لعيبه نجوم في النادي الاهلي. وانا عجبني التعليق اللي قال ان لعيبه النادي الاهلي كلهم لازم يبقوا نجوم، وده اللي متوقعينه من النادي الاهلي، بدايه من حارس المرمى لحد المهاجم. لازم لعيبه النادي الاهلي كلهم يظهروا روح الفانيلا الحمراء ويظهروا القتال اللي في الملعب علشان يرجعوا بطوله افريقيا من 2013. جمهور النادي الاهلي بيحلم ببطوله دوري ابطال افريقيا، بما ان الدوري المصري فقد لذه الفوز بيه بسبب الانتصارات المتتاليه اللي بحققها النادي الاهلي، وبالتالي اصبحت بطوله افريقيا هي الهدف الاكبر والاعظم لجمهور النادي الاهلي. اكيد. استاذ عبد القادر سعيد الصحفي في موقع يلا كوره نورتنا النهارده في كلام في الميديا، استمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا. ميرسي جدا، شكرا ليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5. بكره ان شاء الله يكون معاكم زميلي امير هشام. اشوفكم على خير.